بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. قد يتملك البعض حب التسلط وفرض الرأي، فلا يجد أحيانا لإشباع هذا الحب إلا ابنة كان أسعد الناس بتربيتها والإحسان إليها. فلما بلغت واستوت وتطلعت لإكمال مشوار الحياة مع فارس الأحلام، تسارعت إلى الولي أطماع سلطوية وأخرى مالية، جعلت من هذه الفتاة رهينة المحبسين البيت والألم. فمن إجبارها على الزواج من القريب إلى التحكم في راتبها إلى عضلها مطلقا أو عرضها للمزايدة أحيانا، وعبثا تحاول كسر القضبان، فذريعة الأب يدعي أنها شرعية، ومن ذا الذي يحاول كسر الشريعة؟ واجتماعية، فأين المهرب من وجوه الناس؟ وأخرى تتوارى عن الأنظار، طمع يعمي القلوب قبل الأبصار. فما هو العضل وما هي أسبابه وما هي أنواعه وكيف يمكن علاجه؟ موضوع نناقش تفاصيله مع سماحة الشيخ العلامة الجليل أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. راجين منكم مشاركة فاعلة حول الموضوع عبر الاتصال أو الموقع. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. أعزائنا الكرام، معنا فاصل قصير يتضمن المحاور التي ننطلق منها في حوارنا مع الشيخ في هذه الحلقة بإذن الله. ما هو مفهوم الولاية؟ وهل يحق للأب أن يمنع ابنته حق الزواج؟ وما الفرق بين حسن الانتقاء وحس الطمع؟ وهل يمكن أن تصبح المرأة مصدر دخل للأب يرفض إعطاءه لغيره؟ ثم ماذا عن تزويج المرأة وهي صغيرة لا تمتلك القرار؟ وما هو معيار التقييم لكل خاطب يطرق الباب؟ وهل يحق للمرأة أن تلجأ إلى القضاء إذا تعسرت استجابة الأب؟ ثم ما هو دور الدعاة في توعية المجتمع بهذه المفاهيم وتوصيل حق المرأة في الزواج إلى أسماع الأولياء كما وصل لديهم حق ممارسة الولاية؟ أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سماحة الشيخ، في البداية، الولاية على المرأة شيء محدد ومؤطر في شريعتنا الإسلامية، إلا أن بعض الأولياء أخذه كسلطة يتسلط بها على ابنته فيمارس معها الكثير من أنواع العضل وأنواع الحرمان. نريد في البداية أن تعرفوا لنا مفهوم العضل الذي به يكون المرء مسؤولا عن مولياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فطر النفوس على حب اللقاء وحب تبادل مشاعر الحب والرحمة ومشاعر القرب، وهذا مما فطر عليه الجنسين جميعا من أجل اقتراب كل منهما من الآخر. فالله سبحانه وتعالى جبل الرجل على حب المرأة حبا جما، كما يؤذن بذلك قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فبدأ أول ما بدأ بالنساء، لأن حب الرجل للمرأة حب عارم يمتلك عليه لبه ويشغله، وفي المقابل كذلك المرأة تحب أن يكون لها قرين يشاركها هموم الحياة ويشد أزرها ويقوم بعونها على متطلبات هذه الحياة ويقضي رغباتها التي فطرت عليها، وعلى كل أن يقدر ذلك. ولكن بما أن المرأة بطبيعة الحال تتأثر كثيرا بالعواطف، ولربما أعمتها العاطفة حتى لم تعد تفكر بعقلها،
كان الإسلام حريصا على مصلحتها، فلذلك شرع الولاية في أمرها. هذه الولاية ليست سلطة، ليست قهرة، وإنما هي ولاية رحمة، ولاية رعاية مصلحة، ولاية النظر في عاقبة أمرها. إذ ربما المرأة بتأثير العاطفة الجياشة في نفسها تندفع وراء هذه العاطفة ولا تبالي أن تربط مصيرها بمصير من لا تحمد عقبى هذا الارتباط فيما بعد به. والإسلام جاء من أجل صون هذه النفوس، ومن أجل أن تحفظ كرامة هذه النفس البشرية، فلذلك شرع ما شرع من أمر الولاية. وعلى الأولياء أن يدركوا ذلك، وأن يدركوا أن الولاية ليست سلطة، وأن يدركوا أن المشاعر إنما هي فيض فطري جعله الله سبحانه وتعالى في النفوس، فلا يمكن لهذه المشاعر أن تكون وفق هوى أو رغبة شخص آخر، فلكل مشاعره في هذه الحياة. ربما الأب يميل إلى رجل، ولكن المرأة لا تميل إليه، بل تعزف عن الارتباط به كل العزوف، ولا ترى في الارتباط به أي خير لها، ربما كانت نفسها تأبى هذا الشخص كل الإباء حتى لا تطيق سماع اسمه، وهذا مما وقع وشاهدناه. فلذلك لا ينبغي، بل لا يجوز بأي حال للأب في هذه الحالة أن يكبت مشاعر ابنته وأن يفرض عليها ما ينسجم مع مشاعره هو. بطبيعة الحال هذه المشاعر لها آثار، ولربما كان هذا الارتباط الذي ترغم عليه المرأة يؤدي كثيرا إلى عواقب وخيمة، فلربما فكرت في الخلاص بأي طريق كان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ليس للرجل أن يعضل موليته عن الزواج، لأن الأضل يتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، كما يدل على ذلك قوله سبحانه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك خير، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم خير لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى جعل الطهر والخير في التجاوب مع رغبة الفتاة وعدم إرغامها على الزواج بمن لا تريده، والحيلولة بينها وبين الزواج بمن تريده، فإن ذلك مما لا يرضاه الإسلام. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في حال التذكير بهذا الواجب قال في معرض هذا التذكير: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ومعنى ذلك أن من لم يتعظ بهذه الموعظة التي جاءت من عند الله فليس هو من الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولينظر الرجل أين يريد أن يضع نفسه، هل يريد أن يضع نفسه في صفوف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أو أنه يحرص على أن يكون في صفوف الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلى كل أحد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وليس له أن يعضل موليته أن ترتبط بشخص إن كان هذا الشخص فيه الصفات المحمودة التي في مقدمتها أن يكون مرضيا دينه ومرضيا خلقه، والله تعالى مستعان. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نستقبل المكالمات أولا. الأخ ناصر العامري. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله نشكر الله. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله حق حمدي. عفاك الله. تفضل أخ ناصر. يعني هل يجوز يتزوج من فتاة وهذه الفتاة يعني أمها تعاشر مع أخوته؟ أحد الأخوة يعني اعترف وهي يعني تعاشر مع أخوته وناس ثانيين يعني. نعم. طيب. هل يجوز يعني يتزوج منها؟ يعني بالعلم انها اعترفت له هو اعترف واحد منهم. واضح سؤالك ان شاء الله. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. الاخت هيفاء الفوريه. الاخت هيفاء تفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ تفضلي. تفضل. سؤالي، زوج ولي ابنته من رجل ذا خلق ودين، وبعد 6 أشهر من تمام العقد أصر الولي، أيوة أخبر الولي من طريق شخص واحد بأن نسب الزوج لا يتناسب مع نسبهم من خلال الجد السادس. نعم. فأصر الولي على فسخ العقد مع أن الزوجة لا ترى ذلك مسوغا لفسخ العقد لما تجد في زوجها من الخصال والصفات التي تراها مناسبة ومتفق معها، فما قولكم في موقف الولي وابنته من ذلك؟ نعم. جميل. عندك سؤال آخر؟ شوية. تفضلي الأخت هناء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي الأخت هناء. تفضلي الأخت هناء، أنت على الهواء مباشرة. تفضلي. نعم. زوج ولي ابنته سرا بحيث لا يعلم بهذا الزواج غير الولي والزوجة والزوج، فهل يصح هذا العقد؟ نعم. شكرا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. طيب سماحة الشيخ، الآن احنا قبل أن نتحدث عن موضوع العضل وتفشيه في بعض المجتمعات ومعاناة الفتيات منه، نريد فقط أن تبينوا لنا، الآن أوضحتم أن الولي مسؤول عن حسن الانتقاء لابنته بحيث يختار لها الكفء، فهل هو مسؤول عن تزويجها والتماس الأزواج لها بدلا من جعلها تنتظر إلى أن يأتيها الخطيب؟ نعم، الرجل مطالب بأن يفكر في بناته وأن يحرص على مصلحتهن وأن يحرص على اتقاء عارهن، لأن هذه نفس، والنفس يزين لها الشيطان ما يزين، فإن حرمت من الحلال فلربما دفعها الشيطان إلى ارتكاب الحرام، وينقلب عار ذلك على الأب وعلى الأسرة وعلى العشيرة وعلى المجتمع كله. فمن هنا كانت الضرورة في التفكير في عواقب هذه الأمور والبحث عن الرجال الأكفاء القادرين على حماية النساء والدفاع عن كرامتهن. هذا مما يسأل عنه الإنسان، مسؤول عن كل شيء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، أولاده من ذكور وإناث هم رعيته وهو مسؤول عنهم. ونجد في كتاب الله تعالى ما يدل على أن هذا مما لا يعد عارا. الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الرجل الصالح الذي انتقى موسى عليه السلام لإحدى ابنتيه وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهذا يدل على مشروعية مثل هذا الأمر، والإقدام عليه أمر محبوب. ونحن نرى كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرضون بناتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان من عمر رضي الله تعالى عنه في عرض ابنته، وكذلك حصل هذا عند الكثير من الصالحين. فمن مانع من أن يقدم الأب على مثل هذا حبا في الخير ومسارعة إلى إعفاف ابنته ورغبة في الارتباط بأصحاب المروءات والفضل والتقى والخير والإحسان، فإن ذلك مما تحمد عاقبته بإذن الله. طيب، نأتي الآن إلى سؤال واحدة من الأخوات.
وهي تحكي عن أيضا أخوات أخريات تعرضن لمثل حالتها. تقول أولياؤها، وهي تحدد الأب بالتحديد ويشاركه الإخوة كذلك جريا وراء الأعراف التي يؤمنون بها في قريتهم أو في بلدهم، يقولون تقول أنها يعني يفرض على المرأة هناك أن تزوج فقط من قريبها، لأن الزواج من خارج القبيلة يعني عارا أو يعني تجاوزا للحدود العرفية التي تعارف عليها الناس، فيفرضون عليها أن تتزوج من قريبها. وقد قام هذا الأب بتزويجها وهي صغيرة، ثم بعد ذلك انفصلت، ولما أكملت دراستها وأرادت أن تختار شريك حياتها بانتقاء تام عارضها الأب وقال لها أمامك أبناء عمك. وتقول أن أبناء عمها هؤلاء بعضهم يصغرها وبعضهم ليس مؤهلا لها، لأنها قد هي الآن مدرسة أو وصلت مرحلة علمية محترمة، فيمارس ضدها وضد يعني أخواتها أو صديقاتها أو بنات مجتمعها هناك مثل هذا اللون من العضل، فتبقى رهينة البيت ولا تستطيع أن تحقق أحلامها. ما هو قولكم ونصيحتكم وإرشادكم لهؤلاء الآباء؟ على الآباء أن يتقوا الله تعالى في بناتهم، وأن لا يرغموهن بالزواج من أقربائهم، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على أحد الزواج من شخص لا يميل إليه بطبعه أو لا تهواه نفسه. ليس للأب أن يفرض على ابنه أن يتزوج من لا يريدها، وليس له أن يفرض على ابنته بأن تتزوج من لا تريده. ونحن وجدنا كيف العاقبة الوخيمة التي ترتبت على هذا النوع من الزواج الذي يقوم على الإكراه ولا ينبني على الرغبة من الطرفين في الارتباط بالطرف الآخر. وعلى الناس أن يدركوا أن الصهر نعمة كما أن النسب نعمة، والله تعالى امتن بذلك عندما قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الصهر يقرب ويؤلف ويقضي على السخائم ويقضي على الأحقاد، وارتباط الإنسان بغير أهله وبغير عشيرته يؤدي إلى توسيع رقعة الارتباط، فإنه مما ينبغي على الناس أن يرتبط بعضهم ببعض وأن لا يفكروا بهذه العقلية الضيقة بأنهم لا يزوجون إلا أقرباءهم، إذ الزواج يقرب الناس بعضهم من بعض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج ليس مودة ورحمة بين الزوجين فحسب، بل أيضا هو مودة ورحمة بين أسرتيهما، إذ يقترب بعضهما من بعض، هذه الأسرة تقترب من هذه وهذه الأسرة تقترب من هذه، ويكون بينهما من العلاقة والارتباط ما يكون بالنسب. فإذا مما ينبغي أن يحرص عليه العقلاء التزويج من بعيد لأجل تقريب البعيد وتأليف النافر والقضاء على ما عسى أن يكون بين الناس من الوحشة وما عسى أن يكون بينهم من التنافر، فإن الزواج يؤلف ويقرب النفوس بعضها من بعض. فمثل هذه القضية لابد من التفكير، وعلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله، نحن نوصيهم بأن يتقوا الله وأن يفكروا في عقبة أمرهم. وكما قلت هذه نفس بشرية، إن حرمت من الخير ربما تنزع إلى الشر والعياذ بالله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الخير ما يغني عن الشر وفي الحلال ما يكفي عن الحرام، فلماذا لا يطفأ هذا السعار بما
أباحه الله سبحانه وتعالى بما دعا إليه وبما امتن به. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. على الناس أن يفكروا في هذا وأن يتقوا الله في هذا الأمر وأن لا يستسلموا للعادات. ليست كل عادة حميدة وليست كل عادة موروثة عن الآباء والأجداد مما يجب أن يحافظ عليه. فشرع الله تعالى مغلب على العادات ومحكم في العادات. لا تحكم العادات في الشرع وإنما يحكم الشرع في العادات. وإلا فهناك عادات كانت في الجاهلية وجاء الإسلام بالقضاء عليها حرصا على أن تكون الأمور كلها تمشي بسلام في طريق الفطرة السوية التي فطر الله تعالى الناس عليها. طيب سمحة الشيخ، إذا وصل الأب أو الولي إلى هذه المرحلة من العناد وأصر على أن يزوج ابنته ممن يريد دون أن يترك لها فرصة الاختيار، هل يعتبر بهذا وصل إلى مرحلة الظلم الذي ينزع عنه حق الولاية؟ نعم، في هذه الحالة إن حال بينها وبين ما تتطلع إليه من الخير فإنه يتدخل هنا القضاء الشرعي. فإن كان هنالك ولي آخر أبعد من أب يمكن أن يوكل ذلك الولي، وإن تآمر الكل على حرمان هذه المرأة مما تريده فإن الشرع يتدخل في هذا، والسلطان ولي من لا ولي له، وبما أنه وكل ذلك إلى القضاة الشرعيين فهم الذين يتولون تزويجها. طيب بعض البنات سمحة الشيخ يتحرجن من الموضوع ويخشين أن يكون عقوقا، هل هذا من العقوق؟ لا يعد ذلك عقوقا لأن المطالبة بحق والمطالبة بحق لا تكون عقوقا. الموضوع الآخر ولكن بعد هذه المكالمة، الأخ علي الحميدي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير يا شيخ، عافاك الله الأخ علي، الله يمسيكم بالخير. ما قول سماحة الشيخ في تصرف بعض الرجال أو الآباء الذين يطلبون من أزواجهم أو بناتهم أن يقترضوا من البنوك التجارية بحجة تحسين الأوضاع والمشاركة في أمور الحياة ومتطلباتها أو عمل مشروع، وبالتالي يحصل ما يحصل من تحميل هذه المرأة عبء الدين مما يؤثر على الحياة الزوجية سلبا والخلاف الأسرية؟ وما نصيحة الشيخ أيضا لهؤلاء؟ وشكرا لكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الموضوع الآخر نطرحه من خلال سؤال الأخ يعقوب في الموقع، أخ يعقوب بن خميس الكيومي يقول: فئام من الآباء يعضلون بناتهم من الزواج بحجة الدراسة ومواصلة تحصيل الشهادات العلمية، وهذا ما نعتقده ربما بادي الأمر ونصدقه، لكن هذا الصنف من الآباء يقولون بل يزعمون ما ليس في قلوبهم، إذ فاضت قلوبهم بسعار الطمع والجشع، وهذا بشهادة الواقع المعاش. فهم يرتهنون يرهنون بناتهم ويحاولون أو هم يحولون دون زواج بناتهم لأجل أن يتمتعوا بأموالهن أو رواتبهن، ويتركون بناتهم أو بناتهم في لظى العنوس وضنك الحياة البائسة. فما توجيهكم سماحة الشيخ لهؤلاء الآباء؟ هؤلاء يجمعون بين ظلمين عظيمين، بين ظلم أخذ المال بغير حق وأكل المال بالباطل يؤدي إلى النار. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يتوعد على مثل هذا النوع بوعيد شديد، إذ يقول: من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى في هذا، وألا يرزقوا بناتهم شيئا من أموالهم إلا برضا وطيب أنفس من قبلهن، أما ما لم يكن هنا ما لم تطب بذلك أنفسهن فذلك حرام ولا يحل للآباء أن يأخذوه، فعليهم أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر. سؤال آخر من الأخت أم عبد الله.
ما يكملنا. نعم تفضل شيخ. نعم. اسمح لي. وعلى أي حال هذا، والظلم الآخر هو ظلم الحرمان من الزواج، فهؤلاء يجمعون ما بين ظلمين عظيمين، وعليهم أن يتقوا الله وأن يرفعوا الظلم عن بناتهم من كل ناحية، سواء من قبل أخذ أموالهن بغير وجه شرعي أو من قبل حرمانهن من الزواج الذي هو حق شرعي لهن. نعم جزاكم الله خير سماحه الشيخ. السؤال إذن الذي يعني اعترضنا به في نصف كلامكم، تقول فيه الأخت أم عبد الله، يتلخص في أن شخصا تقدم لخطبة فتاة بعدما عرف موافقتها، وجاء الرفض من أهلها بدون أن يؤخذ رأيها، وذلك لتقدم أحد من أهلها لخطبتها في نفس الفترة، وتم مناقشتها في طلب قريبها ولم يتم القبول من جهتها، وتمت المحاولة على إقناعها بذلك بعد أن تزوج قريبها الذي يعني كانت مجبرة على الزواج منه. تقدم الشاب مرة أخرى وأيضا بعد أن أخذ موافقتها، وفي هذه المرة تم الرفض مرة أخرى من أهلها بدون أخذ رأيها، وبعد أن قام بالاستفسار عن سبب الرفض تبين أنه لم يتم رفضه لسبب عائد إليه، وإنما بسبب خطأ قديم أخطأه والده منذ ما يقارب 20 عاما. وللعلم فإن والد الشاب متوفى الآن، وبعد فترة من الزمن تقدم لها مرة ثالثة، وأيضا بعد أن أخذ موافقتها، وللمرة الثالثة يتم الرفض، وذلك بعد أن قام والد الفتاة بالسؤال عن الشخص، وجاء الجواب هذه المرة في أمور قبلية لا صحة لها في الأساس، وإنما قام بعض الناس بتأليفها وتداولها وربطها مع خطأ الوالد القديم. المهم تقدم كما تقول للمرة الرابعة، وفي نهاية سؤالها تقول: نعلم أننا في مجتمع محافظ تطغى فيه الشكليات والمظاهر على القيم الأساسية التي حثنا فيها ديننا الحنيف، خاصة فيما يتعلق بأمور الزواج، ما هي نصيحتكم للشابين والأهل، وما هو الحكم الشرعي لمثل هذه الحالات؟ أول نصيحة للأهل أن يتقوا الله وأن لا يعترضوا على الزواج الحلال ما بين الشاب والفتاة، وقد رضي كل منهما الآخر بأن يكون شريك حياته. ومن ناحية أخرى فإن عليهم ألا يؤاخذوا أحدا بجريرة غيره، فالله تعالى يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان الأب أخطأ فلا يحمل تبعة هذا الخطأ ولده، إنما الولد يحاسب على أعماله التي عملها بنفسه، ولا يحاسب على عمل عمله والده، كما لا يحاسب على عمل عمله أي شخص آخر، إذ لا يحمل أحد تبعة عمل غيره، كل امرئ بما كسب رهين. و بالنسبة إلى الشاب والفتاة، إن أغلقت دونهما الأبواب وحيل بينهما وبين ما يشتهيان، فإن عليهما أن يرفعا قضيتهما إلى القضاء الشرعي، ونرجو من القضاء أن يتدخل من أجل مصلحتهما ومن أجل حسم هذه القضية ورفع الظلم عنها، والله تعالى هو الموفق. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نقف الآن وقفة بسيطة ثم نعود إليكم أعزائنا الكرام مرة أخرى بإذن الله. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سمحت الشيخ، الأخت هيفاء أيضا تسأل عن رجل زوج ابنته من شاب، وبعد أن تم العقد بعد 6 أشهر تراجع عن هذا الزواج الولي بسبب إخباره من قبل أحد الناس بأن هذا الشاب يختلف نسبه عنهم في الجد السادس كما تقول، فرفض الزواج بسبب هذا الأمر. هذا كلام غريب، ما معنى اختلاف النسب في الجد السادس؟ كلام عجيب. فعلى الكل أن يتقي الله تعالى، والزواج ثابت، والتدخل من أجل
من أجل رفضه لا يجوز من قبل الولي بعدما تم، وإن أصر على ذلك فإن القضاء يحكم لمصلحة الزوجين ولا يجوز فصل بعضهما عن بعض. نأخذ الآن محمود المنذري أيضا. أخ محمود. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ كيف حالكم؟ الحمد لله حق حمدي. حفظك الله الأخ محمود. الحمد لله نشكر الله. عندي سؤال أنا أسمح. تفضل الأخ محمود. السؤال الأول، نلاحظ بعض الآباء ينظرون إلى وظيفة من يتقدم لخطبة بناتهم. والصنف الآخر ينظر إلى الراتب، وصنف آخر ينظر إلى المنزل. فما الأمور التي ينبغي للأب أن يراعيها عندما يتقدم شخص للزواج من ابنته؟ وما الأمور التي ينبغي للمرأة أيضا أن تراعيها عندما توافق أو ترفض على المتقدم للزواج منها؟ السؤال الثاني، هناك بعض الفتيات اللواتي ينظرن إلى الزواج على أنه مجرد فستان وذهب وزينة وملابس وغيرها من أمور، من غير أن تكون واعية بمسؤولية الحياة الزوجية. فما نصيحة سماحة الشيخ لأمثال هؤلاء؟ بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك الأخ محمود. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب الآن يعني ملخص سؤال الأخ محمود، ما هو معيار التقييم لكل خاطب يطرق الباب؟ تقريبا هكذا بالنسبة للمرأة وللولي. الحديث الشريف هو الذي حسم هذا الأمر عندما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فمعنى ذلك أن الزواج مرهون بارتضاء الدين والخلق. أما من لا يرتضى دينه وخلقه فإنه لا يؤمن على المرأة، ولذلك يجب تفادي تزويجه. ولو وقع هذا الزواج لا يقال بأنه حرام، ولكن كم يؤدي ذلك إلى معاناة النساء عند من لا دين لهم، أو عند الذين يتظاهرون بالدين والأخلاق ثم ينقلبون بعد ذلك إلى أحوال يكونون فيها أشبه بالسباع الكاسرة. فعلى الأولياء أن يتقوا الله وأن يضعوا مولياتهم في أيدي أمينة تخشى الله تعالى وتتقيه وتتحلى بالأخلاق الفاضلة. طيب نأتي الآن إلى السبب الآخر الذي دفع بالكثير من الفتيات إلى حظيرة العنوس، وهو سبب غلاء المهور. فهذه الفتاة التي تحدثنا عنها وهي تشتكي من أوليائها أو من أبيها عندما أجبرها على الزواج من أقاربها أو أن تظل هكذا رهينة البيت، تقول أيضا في مجتمعهم، بل هو الحقيقة في مجتمعات كثيرة، هناك غلاء فاحش للمهور وتباهٍ برفع أسعار النساء إلى الحد الذي يعجز عنه الشباب. نريد أيضا تذكيرا في موضوع غلاء المهور لعل بعض هؤلاء يفيق. المهور شرعت من أجل أن تكون رمزا للقوامة، قوامة الرجل على المرأة. فالله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمهر إنما هو رمز للقوامة، ولا نقول بأنه ثمن للقوامة، ومهما يكن فإن المهر لا يعتبر هو ثمنا للمرأة، أو لا تقوم المرأة بمقدار ما يكون مهرها من الارتفاع أو النزول، وإنما النظر إلى الأخلاق قبل كل شيء، ولا ينظر إلى كثرة الصداق، لا يلتفت إلى شيء من ذلك. ولو كانت الصدقات هي مقياسا لقيمة المرأة لكانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يصدقن أعظم الصدقات، ولكن مع ذلك كانت صدقاتهن من أيسر الصدقات، كما كانت صدقات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج بأبسط الصدقات. فيجب أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، ويجب أن لا
تجعل قضية الصداق حجر أثرة تقف أمام الذين يريدون الاقتران ويريدون الأفة والصلاح والبر والتقوى. عليهم أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر. الأخ أبو سعيد من الجزائر يقول: هل يمكن أن يتفق عقلاء مجتمع على عرف مفاده تأخير زواج البنات وتركهن إلى التعليم بحجة رفع مستوى الأمة، لأنه عادة ما يكون الزواج عقبة في مواصلة التعلم؟ إذا حضر وقت الزواج ورغبت المرأة في الزواج يجب أن لا يحال بينها وبين ذلك، ولا يحال أيضا ما بين الشاب وما بين الزواج بحجة نظر في مستقبله التعليمي أو لا لا لا، هذه أمور لا قيمة لها في موازين الشرع. وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تزويج شبابهم وفتياتهم من غير أن يكونوا حجر أثرة في سبيل تحقيق هذه الأمنية عند الطائفتين. ومع ذلك كله عليهم أن يعلموهم، فإن الألم بمشيئة الله سبحانه وتعالى قد يتيسر أكثر فأكثر عند طمأنينة النفس وسكونها. ولا ريب أن الزواج سبب لطمأنينة النفس واستقرارها، فالله تعالى يقول من آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهناك سكون وهناك طمأنينة من قبل كل واحد من الزوجين تجاه الآخر. طيب سمحت الشيخ، أنتم تحدثتم وقلتم بأن المرأة التي تتعسر استجابة أبيها تلجأ إلى القضاء. الآن هل من دور آخر للمرأة يمكن أن تمارسه وأن تقوم به من أجل توعية مجتمعها ومن أجل احتضان بنات جنسها ومن أجل أن تقف في وجه هذه المشكلة التي بدأت تقصي الكثير منهن عن الحياة السعيدة؟ من المعلوم أن الوعي في الآباء والأسر والمجتمعات مما يذلل هذه الصعوبة تذليلا، ولكن أين الوعي؟ كثير من الناس طغت عليهم الأنانية وطغى في نفوسهم حب المال، بحيث امتلكهم حب المال حتى أعمى بصائرهم وأبصارهم، فلم يعودوا يفكرون إلا بشهوة حب المال. وكثير من الناس شغلتهم أمور أخرى حالت بينهم وبين التفكير في عواقب الأمور. فعليهم أن يتقوا الله تعالى أولا، وأن يحرص كل واحد على تأوية الآخر وعلى موعظة الآخر والتذكير بالله وباليوم الآخر، وتذليل هذه المشكلة التي تحول بين الشباب وكذلك وبين الفتيات، وتحقيق مناهم من الارتباط بالزواج الشرعي الذي يؤفهم ويحفظ لهم حياتهم. على الجميع أن يفكر في ذلك، وعلى الجميع أن يتعاون على هذا الأمر. وهناك وسائل إن أمكن، يمكن أن تمارس ضغوط من قبل الأسر حتى تذلل هذه العقبات، ويمكن أن تمارس ضغوط من قبل المجتمعات، ويمكن أن تمارس ضغوط من قبل جهات أخرى رسمية وغير رسمية من أجل تذليل هذه العقبات قبل أن تصل إلى القضاء الشرعي. طيب أخ أبو لقمان يقول: نود القول الراجح في الصحابي الذي نزلت فيه آية العضل، مع شيء من التفصيل في استسلام الصحابة لهذه التشريعات التي تخالف أنفتهم وعاداتهم. الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، الذي كان زوج أخته من أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وطلقها ذلك الصحابي وتركها حتى انتهت عدتها، فصارت أملك بنفسها، ورغب بعد ذلك في أن يتزوجها، ورغبت هي أيضا في أن تتزوجه. ومعقل
نظر إلى ما حصل من الجفاء بسبب الطلاق، فلم يرغب في أن يربط مصير أخته بهذا الرجل الذي جفاها بتطليقها، وإن كانت هي ميالة إليه. فنزلت الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستسلما لهذا الأمر ومنقادا لحكم الله ومذعنا لطاعته، مع ما أحسه من تأثير طلاق ذلك الرجل لأخته، ولكن مع ذلك تجاهل هذا التأثير الذي حصل في نفسه وانقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب سمحة الشيخ، العاقد إذا كان يعيش في مجتمع يجبر فيه الآباء بناتهم على الزواج من القريب أو ممن لا يرغبنا، هل عليه أن يقوم بدور آخر؟ العاقد إن استطاع أن يتوصل إلى معرفة ما إذا كانت الفتاة واقعة تحت سلطة الأب وأجبرها على الزواج ممن لا تريده، إن كان يستطيع أن يتوصل إلى ذلك فليمتنع من الزواج، من تزويج من علم أنها مجبرة على قبول ذلك الزواج. وبإمكان الفتيات ولو تم العقد بدون رضاهن أن يفسخن هذا العقد بلجوئهن إلى القضاء الشرعي. في دقيقة أيضا، الأخ علي الحميدي يطلب منكم نصيحة للآباء الذين يضغطون على بناتهم ليقترضن لهم أموالا حتى تظل تلك الفتاة تحت سلطة الأب وإلا فلا يزوجها. هذا لا يجوز، هذا من أكل المال بغير الحق، وعلى كل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يقدم على مثل هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، نشكركم على هذا العطاء وعلى هذا التوضيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الكلمات إلى أسماع المعنيين حتى يتجنبوا مثل هذه المشكلة ويفسحوا لبناتهم حرية الزواج ممن يرغبن فيه، ممن يمتلك الخلق والدين. شكرا لكم أعزائنا الكرام على المتابعة والإنصات، ونلقاكم بحول الله تعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.